مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. بنرحب بيكم حلقه جديده من مصر ان شاء الله. في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون لينا لقاء ممتع وجميل مع النجم والمطرب المصري الصعيدي وائل الفشني. ولما نقول وائل الفشني يبقى نقول مواويل ونقول ابتهالات ونقول اغاني وطنيه ونقول كلام جميل جدا على فنان مصري راقي. طبعا كلنا سمعنا اغانيه واغانيه كلها معلمة الحقيقة مع الناس، خصوصا في الفترة الأخيرة. عدد من التترات في طايع وفي واحة الغروب وحاجة ممتعة وجميلة. وطبعا أداؤه في احتفالية الكرنك والأقصر الأخيرة، شفنا إزاي الإبداع بتاعه في الأقصر، بلدنا بلد سواح، حاجة رائعة وراقية. إن شاء الله هيكون معانا وقفة مع الطرب الجميل مع النجم وائل الفاشني بعد دقايق قليلة، أرجو حضراتكم تنتظروها. ولكن قبل ده عندنا مجموعة مهمة من الأخبار الحقيقة اللي حصلت النهاردة، وواحد من أهم هذه الأخبار هو الخطوة المهمة اللي كان ناس كتير جدا تنتظر هذا القرار وتنتظر هذه الخطوة لحل عقدة اسمها الإيجار القديم، خصوصا في الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، في هيئات اعتبارية، في شخصيات اعتبارية مأجرة أماكن في أماكن حيوية في وسط البلد، في أماكن مهمة جدا في القاهرة والجيزة واسكندرية وفي عواصم المحافظات. الأمور دي ممكن كان منها مقفول أو غير مستغل، أو القيمة الإيجارية متدنية للغاية من هذه الشركات أو هذه الشخصيات الاعتبارية لمرافق حيوية وشقق ومخازن وأمور كتير جدا جدا، وكانت مشكلة بالنسبة لأصحاب هذه الأماكن أو هذه العقارات. فبالتالي النهاردة واحدة من أهم خطوات فض هذا الاشتباك موافقة مجلس النواب على مجموعة تعديلات مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة لغير السكن. طبعا ده الشخصيات الاعتبارية، احنا بنتكلم على قانونين، قانون 49 لسنة 77 وقانون 136 لسنة 81. النهاردة بنتكلم على هذه التعديلات، بنتكلم في خمس مواد بتحدد شكل العلاقة ما بين الطرفين المالك والمستأجر خلال الخمس سنين اللي جاية. طبعا خمس سنين هنسأل طبعا في هذا الإطار، لكن كما هو أو كما أعلن ده عشان الظروف اللي الكل بيمر بيها بسبب جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية، فكان لابد يكون في فترة انتقالية. في خلال الخمس سنين دول هيكون في مجموعة من الخطوات المحترمة اللي يعني تريح إلى حد بعيد أصحاب هذه العقارات، أصحاب هذه الشقق أو الأمور أو العقارات أو ما شابه، يعني سواء في رفع القيمة الإيجارية فورا 15% بعد القانون طبعا ما يصدر، بالإضافة إلى الزيادة السنوية اللي هتكون موجودة في هذا الإطار. وبعد الخمس سنين هيكون المستأجر ملزم إن هو يرد العين اللي هو بيشغلها، أو الهيئة دي هترد العين اللي هي بتشغلها إلى المالك، و إلا لو الاثنين ارتضوا أن يكون في شكل آخر من أشكال العلاقة التعاقدية. برحب بسيادة النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. سيادة النائب طارق مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أهلا وسهلا. الحقيقة في النهاردة موافقة البرلمان أعتقد وصل لكم الصدى أن هي عاملة انفراجة في الشارع. فدم الأول أكثر نقطة يهمني أوضحها للمشاهد الكريم هو أن نحن نتحدث عن عنصرين، كيانات اعتباريه ووحدات غير سكنيه مؤجره لاغراض تجاريه. مظبوط. عشان بيبقى في شويه لغط، ناس تقول لك ده شقق سكنيه، لا شقق سكنيه مش سكنيه، قايلين لغير غرض السكن. ايوه، هي وحدات مؤجره بغرض تجاري ولكيانات اعتباريه مش لافراد. مظبوط. الكيانات الاعتباريه دي بتقدير الشخصي النسبه الاكبر والاشمل منها الحكومه. اللي مأجره مستشفى، مدرسه، اسم، بريد، شهر، شركه تامين، مش عارف، كل ده بالظبط. كل الكلام ده طبعا كان في اشكاليه لسبب رئيسي مهم قوي انه يتوضح للجمهور، هو ان الكيان الاعتباري ما بينتهيش. يعني ايه؟ يعني الشخص له مده تنتهي بوفاته ويمتد الى جيل واحد. صح. يعني لو مستاجر فهو بانتهاء بوفاه الشخص ده تنتقل الى الجيل اللي بعديه، وبوفاه الجيل اللي انتقل من الجيل اللي بعديه بتنتهي العلاقه، وبالتالي هي وان طالت الى نهايه. اما الكيان الاعتباري فكان علاقة أبدية، لأن أنت مأجر لوزارة الصحة، وزارة الصحة مش هتمشي، مش هتتغير، مش هتموت، فبالتالي هيبقى
الكيان الاعتباري ده كانها علاقه ابديه. فالمحكمه الدستوريه في 2018 رات ان لا يوجد علاقه ابديه، وبالتالي خصت الكيانات الاعتباريه بان هي اللي ما ينفعش ان هي تستمر وانها يجب انها تخرج. ولكن جت جائحه كورونا واحدثت بقى المشكلات الاقتصاديه اللي انت عارفها طبعا. كان في نوع من انواع التوازن للمحافظه على السلام الاجتماعي وحقوق المواطنين، لان خلي بالك جزء منها بيقدم خدمات للمواطنين، مستشفيات، مستوصفات، مدارس، كل الكلام ده بيقدم خدمه للجمهور. فكان من اللائق جدا ان يحصل توازن يدي مهله للحكومه لايجاد البديل 5 سنوات، وفي نفس الوقت يعدل من القيمه الايجاريه نسبيا بحيث انه يجعلها 5 أضعاف القيمه الحاليه في السنه الاولى، ثم الزياده 15% متواليه سنويا لمده 4 سنوات تنتهي في السنه الخامسه لتسليم العقار. يعني هو بيعمل نوع من انواع الانصاف الجزئي. مظبوط. التسليم الكلي، وبالتالي بيحل وبيحلحل المشكله دي اللي هي في تقديري مثلا تقدر بحدود 10% من اجمالي الوحدات المؤجره. حقيقي. فكما لو كان ده بوابه لحل المشكله القديمه اللي احنا كلنا عشنا فيها ما يتجاوز 6 سنه. طيب، واضح ان ده خطوه ايجابيه كبيره جدا هتحل هذه المعضله بالنسبه لشريحه مهمه من المجتمع زي ما حضرتك تفضلت وقلت من الملاك، ويعني هتوجد شكل العلاقه وقت في خلال ال5 سنين ان شاء الله تكون منتهيه هذه الاشكاليه. ولكن في لجنه بقى دلوقتي تم طبعا تشكيلها، حضرتك طبعا ادرى مني سواء من الحكومه او من البرلمان او المعنيين، عشان بالظبط ينظروا في كيفيه التعامل مع السكني بقى. احنا خلاص قفلنا غير السكني. السكني، وكمان كان سياده المستشار او سياده سفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء كان معانا من ايام وقال هيتم او التفكير في انشاء صندوق لتمويل جزء من الايجار في الانتقال بعد كده، او في الافكار او في الشقق او في الاماكن اللي ممكن المستاجرين يروحوها اللي هيتم طرحها طبعا يعني. فشايف ازاي ان اللي حصل النهارده هو شكل من اشكال التهيئه وايجاد حل لمشكله ثانيه اخرى؟ شايف ان في اراده سياسيه حقيقيه بتفعل مش بتتكلم، بتواجه وتتصدى عمرها 60 و70 و100 سنه. شايف بوضوح ان في تصدي المشكلات مسكوت عنها كانت لفترات طويله جدا، كل المجالس والتنفيذيين بيحاولوا يتهربوا مواجهه والتصدي لهذا الامر برغم اقتناعهم انه ليس منطقي وليس عاقل ان تستمر علاقه ابديه زي العلاقه الكيان الاعتباري، او انها تكون بقيمه متدنيه بشكل كبير جدا ومفيش فيها تحسين او مفيش فيها تعامل مع هذا الملف. شايف ان دي دوله جديده بتدخل في اعماق المشكلات وبتحلها حل جذري. اكيد الحلول ما بترضيش كل الناس وبيبقى فيها اتفاق واختلاف، لكن في الاخر في نية وواقع للتصدي للمشكلة. ده نقطة رقم واحد. نقطة رقم اتنين ان كون ان مجلس الوزراء يعني يعمل لجنة مشتركة الوزراء علشان تبقى لجنة تشريعية تنفيذية تتدارس الموضوع وتبدأ بخطوة هامة جدا وهي الحوار المجتمعي لسماع كلا الطرفين وقراءة كل ما يدور في أذهانهم وطلباتهم وكيف يقعدوا على ترابيزة المفاوضات لأول مرة في تاريخهم للوصول لحل وسطي، لان دايما الاطراف هم سبب الحل. يعني مهما احنا كمجلس حطينا افكار اكيد اصحاب الشأن هم اللي عندهم كل التفصيلات وكل المقترحات واللي الاكثر عمقا في هذا الاطار اكيد. فبالتالي مهم جدا ان الحوار المجتمعي يبقى بشكل موسع، وانتوا كاعلاميين يبقى ليكوا دور في ان انتوا تسمعوا كويس قوي من الاطراف عشان نرصد كل ما يقال ونجد دي حلول، وان كانت حلول وسطيه او حلول ترضي بنسبه 70 80% الفريقين، يبقى ده في حد ذاته نجاح كبير جدا لحلحله هذه الازمه. طب هل حضرتك شايف ان في زي في القانون 49 لسنه 77 او 136 لسنه 81 اللي تم تعديلهم عشان الايجارات لغير غرض السكن، هل الايجارات لغرض السكن محتاجه بعض التعديل في مواد اخرى؟ لا، هو غرض السكن ده ما اتعملش خالص، احنا اللي اتعمل النهارده هو الكيانات الاعتباريه فقط. مظبوط. لا انا بتكلم لما نيجي بقى لغرض السكن. انت عدتك عليها اللي احنا قلنا ان احنا هنسمع حوار مجتمعي لوقت مناسب جدا للوصول لافكار قائمه وصادره من اصحاب الشان، ثم بعد كده نعمل جلسات استماع في المجلس، ثم يتم صياغه قانون يتم مناقشه عليه بحيث ان هو يحل المشكله دي بشكل نهائي. اكيد هيكون فيها يعني علاقه مهمه جدا في دراسه الاستقرار للمستاجرين، وايضا هيكون فيها علاقه مهمه جدا لاحقاق الحق للملاك بالفير فاليو او القيمه المناسبه للايجار حتى وان كان بعد مهل مناسبه، يعني عدم ايجاد اي نوع من انواع
القلق للمستقرين في العقارات. ده احنا هنا بنتكلم في 5 سنين اللي هي الغير غرض السكن، يعني فتره انتقاليه 5 سنين، لكن الثاني لا لسه ما استناش في مده خالص. اكيد يعني طبعا لسه. اتفضل يا فندم. الاطروحات هتبقى جايه من يعني المستاجرين والملاك، يعني هم ليهم جمعيات وليهم ممثلين، ان بنقعد معاهم بنتناقش معاهم بنسمع بحيث ان احنا نوصل لحل وسط. انا بس دايما بشوف انه لما بيكون في فرصه كده يعني للوصول لحل وسط يبقى لازم كل طرف منهم يقدم قدر ما يستطيع من التنازل عشان نطلع بقانون متوافق عليه. انا بشكر سيادتك، شكرا جزيلا سيادة النائب. شكرا طيب. شكرا. شكرا لحضرتك وكيل لجنه الاسكان مجلس النواب. النهارده اعلنت وزاره الاوقاف عن ضوابط صلاه التراويح خلال شهر رمضان. كل عام وحضراتكم بخير، الايام بتجري وادينا اهو بنستقبل شهر رمضان مره تانية، وان شاء الله يعني ربنا يسلمنا الى رمضان ويتسلمه منا ان شاء الله جميعا مقبولي العمل ومغفوري الذنب. تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة كل الاستعدادات المتعلقة بشهر رمضان في المساجد والصيانة وما إلى ذلك. الشيء الحقيقة المهم والكثير يعني من اللي بيرتبطوا بصلاة التراويح أو بيأدوا صلاة التراويح في المساجد كانوا منتظرين طبعا يعرفوا المدة المخصصة للصلاة، هل هتبقى زي السنة اللي فاتت ولا هتزيد شوية ولا هتبقى زي زمان قبل الكورونا تبقى مفتوحة كل مسجد بقى بالتوقيت تقريبا اللي كان بياخده. ممكن مسجد يخلص في نص ساعة، ممكن مسجد في ساعة، في ساعة ونص، فكان بتختلف من مسجد إلى مسجد. ولكن وزارة الأوقاف أعلنت أن صلاة التراويح السنة دي هتكون في حدود النص ساعة بعد صلاة العشاء. برحب بدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. يا دكتور هشام أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير. اهلا بحضرتك عم استاذ عمرو وكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا دكتور هشام. بدايه ليه نص ساعه مش تلت ساعه ومش ساعه؟ في البدايه يعني بنهني الشعب المصري كله والامه الاسلاميه والعربيه بالاستعداد والاستقبال للشهر الكريم. ربنا يجعل هذه الايام ايام خير وبركه يا رب. واحنا يعني ليه زي ما حضرتك بتقول ليه ما تبقاش اكثر من نص ساعه؟ حضرتك احنا يعني طالما في ازمه واحنا ملتزمين بالاجراءات والاحترازات التي اقرتها اللجنه وزاره الصحه خوفا على النفس البشريه. يمكن احنا ما زلنا ملتزمين وسنلتزم باذن الله تعالى في كل المساجد وفي كل الاوقات بالاجراءات الاحترازيه والضوابط الوقائيه والتباعد الاجتماعي حفاظا على النفس. و ده طالما أن أهل الذكر وهم أهل الطب قالوا لابد من الاحتراز ولابد من الالتزام وهم أهل الخبرة في هذا، ومش ممكن أي حد تاني يفتئت ويقول لا خلاص سيبوا الأمور سيبوها لله أو على البركة أو ما تخافوش أو ما تقلقوش. طبعا لابد زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش أي حد يكتب، مش أي حد يتكلم. مزمين. نحن نلتزم بالرأي الطبي في هذا الأمر من بدايته إلى الآن، وسنلتزم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى نهايته وإلى رفع هذا البلاء. الشيء الحقيقة برضو الجيد في الضوابط فكرة أن فتح مصليات السيدات شرط أن يكون في طبعا مشرفة سيدة موجودة فيها يعني. تمام. احنا يعني عشان خاطر ما حدش يقول ان احنا مانعين الصلاه، لا احنا بنقول ما فيش اي مشكله خالص للسيدات الفضليات، احنا ما فيش اي مشكله ان هم يصلوا، لكن بنقول ان المسجد او المكان اللي هيبقى فيه صلاه للسيدات بتبقى فيه سيده ملتزمه بالحفاظ على هذه الاجراءات وهي هتبقى مسؤوله عن هذا، سواء كانت واعظه معينه او واعظه متطوعه او معلمه او اي حد هيحافظ على المكان وهو يبقى ملتزم بالمكان دويتي بالفتح والغلق والنظافه والتعقيم، ويبقى عارف ان اي حد هيجي المكان ده يبقى معاه المصلى الشخصي بتاعه وملتزم بالكمامه وملتزم بالتباعد، كل ذلك حفاظا على النفس البشريه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. ونسال اهل الذكر، يعني الدكتور هشام قال والله اهل الذكر قالوا لنا إن في إجراءات وفي تباعد اجتماعي فإحنا لازم نلتزم بهذا الأمر، ونص ساعة في المساجد مع الإجراءات الاحترازية ده أمر كافي. اسمحوا لي أرحب بضيفنا العزيز الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور حسام مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك. تحياتنا لسيادتك وكل عام وحضرتك بخير. كان لسه سيادة رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بيقول
ان اهل الذكر اهل الخبره والطب قالوا نص ساعه تكفي. فارشادات وزاره الصحه ايه او توصيات وزاره الصحه في هذا الامر كانت ايه؟ يعني توصيات وزاره الصحه وتوصيات منظمه الصحه العالميه ايضا هي التباعد الاجتماعي ومنع التزاحم والتهويه الجيده واستخدام الكمامات في حاله الوجود في اماكن مغلقه. وبالتالي كلما زادت فترة المكوث في المكان المغلق كلما قلت معدلات التهوية. صح. وتقليل معدلات التهوية من شأنه أن يكرر نفس الهواء الذي قد يكون محملا بالرذاذ، لأنه الفيروس الكورونا ينتقل عن طريق الرذاذ كما هو مثبت. فتقليل التواجد بشكل متدائم دائم في مكان مغلق ده من الأمور الهامة جدا للحفاظ على الصحة العامة وتقليل معدلات انتشار العدوى. وبالتالي احنا زي ما فضيلة الشيخ قال، احنا النهاردة بنتحرك ما بين الحفاظ على الصحة والقيام بالشعائر الدينية. فكلما أمكن أن تقيم شعائرك الدينية مع الحفاظ على الصحة هو ده الهدف المرجو والمطلوب. دكتور حسام، الحقيقة عايز أسأل حضرتك على فكرة الناس غير المطعمين اللي بيتعرضوا إلى مضاعفات نتيجة الإصابة وحالات وفيات. أنا واحد من الناس خلال الأيام القليلة اللي فاتت أكتر من شخص يعني أعرفه أو في دايرة قريبة للأسف منهم اللي أصيب وجات له مضاعفات أو اللي توفاه الله نتيجة عدم أخذ التطعيم، وده يعني أنا بقوله صدقا وده حاصل. فمش عارف يعني هل كيف تنظر الحكومة، كيف تنظر وزارة الصحة إلى هذا الأمر؟ وللأسف في ناس بتتوفى نتيجة المضاعفات والأعداد، إحنا بنتكلم في حوالي 2000 حالة يوميا في هذا الإطار، يعني ده الإصابات. يعني إحنا خليني أقول لك إنه لغة الأرقام لا تكذب، ونحن لسنا بمنأى عن العالم. الجائحة اجتاحت العالم كله. المعدلات الإصابات في الموجة الخامسة أو في مع المتحور الأوميكرون أكبر بكثير من معدلات الإصابات في المتحورات السابقة، ولكن نظرة بسيطة إلى معدلات الوفيات في الدول التي بلغ فيها نسبة التطعيم 70% مقارنة بمعدلات الوفيات في الدول التي لم يتجاوز نسبة التطعيم فيها 1 و2 و3% هو علامة فارقة الحقيقة. احنا في مصر نسبة الوفيات في غير المطعمين أعلى 99 مرة من نسبة الوفيات في المطعمين، واللي توفى من المطعمين هو توفى بسبب وجود أمراض مزمنة أخرى. معدلات دخول المستشفيات والاحتياج لدخول المستشفيات أعلى 73 مرة في غير المطعمين. يعني الوفيات لغير المطعمين 99 ضعف المطعمين، الوفيات 99 ضعف خطر الوفيات، ودخول المستشفى نتيجة مضاعفات 73 ضعف. 73 ضعف من ال و لما بنعمل مسح سريع على العنايات المركزة ومن يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، لا نكاد نجد أحد المطعمين احتاج أن يدخل عناية مركزة أو لا قدر الله احتاج إلى جهاز التنفس الصناعي. ده كلام مهم، والكلام ده مش بس موجود عندنا في مصر، ده موجود عندنا في مصر وموجود عند كل الدول التي أصيبت بالجائحة والتي تقوم بعمل مقارنات. والدراسات الحقيقة بقت منتشرة وموجودة ومستفيضة في الدلالة على الفارق ما بين الأثر المرضي للفيروس في حال الشخص غير المطعم والأثر المرضي للشخص في حال الشخص المطعم. ده مش بس كده، يعني مش بس التأثير المباشر، لكن انه الدراسات بتقول كمان انه الاشخاص المطعمين هم اقل ب 42 مرة من الاشخاص المطعمين في الشكوى
من الأعراض التي تصيب اللي بنسميها اللونج كوفيد أو متلازمة ما بعد الكورونا. فأنت النهاردة بتتكلم على تطعيم يقلل شدة المرضى بأرقام كبيرة جدا، يقلل معدلات الوفيات بنسب يعني أكبر بكثير من غير المطعمين. النهاردة الدول بتتكلم على فترات العزل، والشخص إذا كان مطعما وخالط، وده كلام CDC اللي هو المركز التحكم في الأمراض الأمريكي ومنشور على موقعه، إنه الشخص إذا كان الشخص مطعم وتعرض بشكل مباشر لشخص مؤكد إصابته بالكورونا فلا يجب عليه أن يعزل نفسه طالما ما ظهرتش عليه أعراض. يعني المعاملة العالم الصحي طبعا اختلفت تماما مع المطعمين وغير المطعمين. فالحقيقة أنه العجب من بعض الناس اللي ما زالوا حتى هذه اللحظة لم يتلقحوا. يمكن إحنا في بداية الأزمة لما بدأت الانتشار ما كناش عارفين هو بينتشر إزاي، ما الذي يمنعه، كيف نقوي الجهاز المناعي، ماذا يفعل في الجسم. النهاردة بعد سنتين وبعد بقى عندنا أدلة واضحة على كيف نقاوم شدة المرضى وكيف نقاوم ازدياد معدلات الوفيات، بقى شيء مستغرب جدا انه في ناس بتتراخى وتتكاسل عن تلقي التطعيم، او اللي خد جرعة واحدة وما خدش الجرعة التانية، او اللي خد جرعتين ومضى عليه 6 أشهر او 3 أشهر لمن كان فوق سن 65 سنة ولم يتلقى الجرعة التنشيطية. دكتور حسام، الحقيقة الناس بتتساءل معلش قبل التساؤل بتتساءل كل شوية بيجي لنا. معلش دكتور حسام انا فعلا اسف، بس في الجزئية دي دول زي ايطاليا مثلا من ايام قليلة فرضت التطعيم الاجباري لمن هم من 50 سنة فاعلى، اعتبر ان ده امر اجباري، ودول كتير في الفئات السنية الاعلى او في الاعمار الاعلى جعلوا التطعيم اجباري. لو مش خايف على صحته فاكيد مش الدولة او النظام الصحي مش هيتهاون في هذا الامر. هل حضرتك شايف ان من الممكن التفكير في هذا الامر؟ لان في ناس قد تكون كبيرة في السن، قد تكون عندها امراض اخرى مزمنة، قد يكونوا معرضين للوفاة وللأسف ما بياخدوش التطعيم. يعني خلينا أقول إنه الهدف هو تحقيق مصلحة المواطنين الصحية. فالدولة بتتخذ مجموعة من الإجراءات اللي من شأنها أن تحقق ذلك. إحنا مش من الدول اللي بنفرض بشكل مباشر التطعيم، لكننا تعاملنا مع التطعيم بشكل إنه عدم الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء في المصالح الحكومية سواء في المرور، إلا إذا كنت ملقحا. وقلنا أنه الطلبة مش هيخشوا، طلبة الجامعات يعني مش هيخشوا الجامعات ولا هيدخلوا الامتحانات إلا إذا كانوا ملقحين. فالدولة بتتخذ خطوات من شأنها تحفيز الناس، ده الأصل يعني، على التطعيم، وفي نفس الوقت يبقى في نوع من أنواع التنبيه والإشارة الواضحة إنه عدم التطعيم من شأنه أن يؤثر على بعض المصالح أو على مصالحك التي كنت تأخذها أو التي تستحقها كمواطن. لأنه بكل بساطة خليني أقول لحضرتك حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية إنه حضرتك تملك إن أنت تاخد التطعيم أو ما تاخدوش. أنت تدعي إن دي حرية شخصية، وهي الحقيقة مش حرية شخصية، لكن الدولة لا تملك أن تتوقف عن علاجك عندما تمرض بالكورونا. يعني انت بتقول انا حر اطعم وما اطعمش، طب انت الدولة ما عندهاش نفس الحرية لانها ملزمة انها تعالجك لو انت جالك الكورونا. وبالتالي الحقيقة مش بس سرير، انت دواء الكورونا مجانا، المستشفيات مجانا، اللقاحات مجانا. الدولة لا تملك رفاهية انها تقولك لا انا مش هعالجك عشان انت رفضت اللقاح. السؤال اللي انا كنت عايز اقوله انه كثير من الناس ودائما بيسألونا هي الكورونا هتخلص امتى؟ والموجة دي هتنتهي امتى؟ هو احنا امتى هنعود الى والحقيقة السؤال ده كان مبررا من 2 سنين، بس اجابة السؤال ده الحقيقة هي عند الناس مش عند الدولة. الدولة وفرت التلقيح، وفرت الادوية. اجابة السؤال ده انت اطعمت ولا لا،
الناس اتطعمت ووصلنا الى نسبة 70% من التطعيم ولا؟ لو انت عايز تجاوب على السؤال فاسأل نفسك، عايز تعرف الكورونا هتنتهي امتى؟ لما كلنا نتطعم ببساطة ومن غير ما ندخل في تخمينات وحدث وقدامنا اسبوعين ولا قدامنا ثلاثة عشان الموجة تنتهي. الامر اوضح واسهل من ذلك. لو تطعم 70% من المواطنين يبقى احنا كده الكورونا انتهت كسبب صحيح. من اسباب شدة المرضى ودخول المستشفيات والوفيات. طيب سؤال اخير دكتور حسام، احنا يعني بقالنا فترة احنا ماشيين المعدل الاصابات كما هو منشور في الاحصاء اليومي او في البيان اليومي للحالات الجديدة والوفيات، تقريبا ماشيين ليفل بنفس المستوى تقريبا، 2000 يزيد شوية يقل شوية ولكن ماشيين في المستوى ده. هل حضرتك شايف او في تخوف عند وزارة الصحة لا قدر الله بعد 5 أسابيع أو 6 أسابيع من دخول شهر رمضان مع العائلات والزيارات والخروجات، هل ممكن لا قدر الله المنحنى يرتفع؟ هل لديكم سيناريو بده أو تصور لده؟ طبعاً إحنا لدينا الدولة تتعامل مع كل السيناريوهات وتضع خطط عمل لكل السيناريوهات بجميع أشكالها وأنواعها، لأن ده وظيفة الدولة. لكن تاني للمرة التانية بنقول انه حضرتك قلت، انت نفسك قلت يا استاذ عمرو، هو انتوا خايفين انه في شهر رمضان لما الناس تتقابل مبقاش في تباعد اجتماعي، في تزاحم وفي عدم الالتزام بالاجراءات، انه هيزيد؟ يعني حضرتك انت بتقول المشكله والحل، طب ليه الناس دايما شاغله بالها هيحصل ايه في رمضان ومحدش شاغل باله بالحل اللي هو عارفه؟ صح. ليه رمضان عشان رمضان الناس تتجمع؟ ليه خدت التطعيم ولا ما خدتش؟ فالحقيقة صح. ان احنا نملك الحلول ومع ذلك مصممين ان نسأل الاسئلة التي نستطيع نحن فقط ان نجيب عنها. انا بشكر حضرتك حقيقي، انا بشكر حضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا لوقت حضرتك. وبالفعل الحل عندنا احنا، هتخلص او ما تخلص ده يخصنا احنا، في مجتمعات ممكن ما تخلص فيها خالص دلوقتي وهيفضلوا بنفس الاجراءات الاحترازيه، والموجه تيجي ورا الموجه وبتاخد في وشها للاسف اصابات كتير، وللاسف بيكون في ضحايا كتير، وفي دول بترفع وبتخفف الاجراءات الاحترازيه، وحتى زي ما قال دكتور حسام ممكن لو حد واخد اللقاح وخالط شخص تاكد اصابته بالكورونا ما يعزلش نفسه. ده اللي ماشي حاليا في الولايات المتحده الامريكيه، دول خففت ودول هترفع نهائيا القيود، او دول بالفعل رفعت القيود بالنسبه لكورونا. فده مرتبط بالمجتمع، قد ايه المجتمع اصبح امن، اما بعدد اللقاحات اللي تم اعطائها او عدد المواطنين لتلقوا اللقاحات اللي اصبحوا في امان بالتالي بشكل كبير جدا من المضاعفات الشديده، او بالنسبه للناس اللي اخذوا مناعه نتيجه للاصابه السابقة بالمرض. على كل زي ما بيقول دكتور حسام، هو الإجابة في إيدينا، إمتى هينتهي هذا الوباء هو الإجابة في إيد سكان العالم أو في إيد البشرية نفسها. نروح أنا آسف في الكلمة اللي استخدمها، الزن اليومي. الزن اليومي اللي بيحصل كل يوم، تلاقي حضرتك فجأة رقم طلع لك على التليفون، ألو صباح الخير يا فندم، أنا فلان الفلاني أو فلانة الفلانية من شركة القمر الأزرق للتسويق العقاري، حضرتك مهتم بالعقارات؟ أنا وحضرتك إما تكون في شغل أو تكون نايم أو تكون عيان أو عندك حاجة مش قادر ترد أو في ظرف طارئ مش فاضي إنك ترد وتلاقي الحوار يبدأ، حضرتك مهتم بالاستثمار العقاري؟ حضرتك إحنا عندنا بنفتتح مشاريع جديدة. وحضرتك لما للأسف بتلاقي الأمر ده بيحصل ما بيبقاش قاصر على سين أو صاد، مع احترامنا لهذا الشخص وللدور الوظيفة اللي هو بيأديها، ما عندناش أي مشكلة معك شخص، لكن عندنا مشكلة مع الجهة دي اللي بتدي البيانات وأرقام التليفونات للشركات دي، اللي بتلاقي حضرتك واحد بيتصل تلاقي فيه بعديه 5 6، في ناس بيجي لها أكتر من تليفون، ناس بيجي لها تليفون في اليوم، ممكن ناس ما يجيلهاش تليفونات، ولكن في ناس بتشتكي مر الشكوى، زي الفاكرين حضرتك الشركة الألمانية بتاعت الحشرات دي اللي كانوا يقعدوا يتصلوا، دلوقتي بقت شركات التسويق العقاري أو شركات الزن المستمر. للأسف ناس كتير بتشتكي والموضوع حقيقي زاد، في حتى شركات اتصالات كل شوية يكلمك وتقول لهم أنا مش عايز
مش عايز العرض، يقول له تلاقي رقم تاني بيتصل اكتر من مرتين ثلاثة يوميا، وده بيحصل مع ناس كتير، والحقيقة بقى شيء مزعج ومزعج بشدة. هنا عايزين نعرف انا حقي فين كمستخدم لشبكة الاتصالات سين او صاد او عين او ضاد، ليه بياناتي دي وصلت لشركات التسويق العقاري ايا كان نوع السلعة اللي بيسوقوها، ليه انا تليفوني الشخصي اصبح مستباح ليهم بهذا الشكل. برحب بضيفنا عبر زوم دكتور محمد حجازي، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستشاري تشريعات التحول الرقمي. دكتور حجازي مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ عمرو، ويعني تحيه لحضرتك ولمشاهديك الكرام. تحياتي لحضرتك. هل بيجي لك يا دكتور محمد تليفون من الشركه العقاريه سين او صاد او عين عشان تستثمر معاهم وتنتهز الفرصه في الفرص الاستثماريه السانحه عندهم في الشركات؟ كل يوم يا فندم على الاقل 10 15 مكالمه. حتى حضرتك بالشكل دوت 10 15 مكالمه؟ يوميا بالمناسبه. بس يعني مش عارف على التعامل، مش لاقي رد. عندي مقدره على التعامل. بتحتفظ يعني بهدوء حضرتك في ال 15 مكالمه؟ يعني بتوصل للمكالمه ال 15 وانت بنفس الهدوء يا دكتور حجازي؟ ما هو هي المشكله يا عمرو بيه، بتحصل ازاي؟ هي المشكله انه للاسف الشديد انه بياناتنا الشخصيه موجوده في كل مكان. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هي مش موجوده بس عند شركات الاتصالات، هي موجوده عند محلات الدليفري، هي موجوده عند محلات الملابس، عند معامل التحاليل، عند المستشفيات، عند شركات التامين، في كل مكان الحقيقه، سواء كان مكان خاص او مكان حكومي. احنا بندخل وبنسيب بياناتنا، مش بس ارقام تليفوناتنا، انما بعض البيانات الاخرى زي الرقم القومي، زي بعض البيانات المتعلقه بمكان السكن وخلافه. ده جزء الحقيقه. الجزء الاخر انه وجودنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ده كمان بيخلي هذه المواقع والتطبيقات تجمع عننا يعني بيانات. في البعض الحقيقه بيستغل بعض يعني الطرق الاحتياليه علشان يقدر انه يجمع اكبر قدر ممكن من بياناتنا الشخصيه من خلال التطبيقات المختلفه. لكن هيجيبوا رقم تليفوني منين يا دكتور؟ يعني حضرتك بتقول ممكن شركات الدليفري، المحلات اللي بيقول لك رقم حضرتك عشان اسجلك معانا لو في عروض. هل بياناتنا وتليفوناتنا الشركات والمحلات دي بتبيعها لط في شوال ب 50 60 الف رقم تليفون ليهم تسعيره؟ الحقيقة يعني بالبحث في المسألة دي، في أكتر من طريقة بتحصل في القصة دي. في بعض الجهات، بعض المحلات، بعض الشركات بيتم تبادل البيانات دي ما بين بعضها وبعض. البعض الآخر الحقيقة بيبقى نتيجة بعض الموظفين اللي موجودين في هذه الشركات، خصوصا الموظفين اللي بيشتغلوا في مجال التسويق والمبيعات، لأنه بالنسبة له العميل هو أهم حاجة في الدنيا. عندي ليك بقى إيه؟ يعني عندي ليك 100 عميل لوز، 100 عميل متريشين، عندي ليك 100 عميل يشتروا، ولكن في ناس بيجي لهم المكالمات دي. يعني حد من الزملاء بيقول لي، انا حد النهارده مكلمني بيقول لي بص يعني انا شركه كذا كذا للتسويق العقاري، في فرصه يا فندم كبيره جدا عندنا، شقق وحدات سكنيه بتبدا من 3 مليون جنيه. فزميلي دلوقتي بيقول لي انا يعني ما لقيتش، قفلت السكه يعني. وكانها لقطه حضرتك، ده بيفاجئه بيقول له في شقه ب 3 مليون جنيه، الحق. تمام. يعني الفكرة كلها في إيه؟ الفكرة كلها في إنه يعني أحيانا بتبقى الأرقام متصنفة، وأحيانا تانية ما بتبقاش متصنفة. فدي يعني الحقيقة بتتصنف دي فئة، وفي فئة تانية يعني، ولكن في مجموعة تانية حلوة دي ممكن تطلع منها بحاجة كويسة فزنوا عليهم يعني. بالظبط كده. وبالتالي الحقيقه يعني فكره انه يبقى بيستهدف عميل ما هواش هو ده العميل المظبوط يعني في القصه دي، ده وارد جدا يعني في المسائل دي. انما هي الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها انه كل الكلام ده الحقيقه مجرم. بمعنى انه احنا ما بنقدرش الحقيقه اننا يعني
نتعامل مع المسألة دي بطريقة هينة. احنا عندنا الحقيقة قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعندنا قانون لحماية البيانات الشخصية. قانون حماية البيانات الشخصية الحقيقة بيدي حقوق للمواطن في انه ما يتمش استخدام بياناته الا باسمه، ودي نقطة الحقيقة في غاية الأهمية. واحنا بنتكلم بقى على يعني ايه المكالمات المتعلقة بالتسويق العقاري، مش ومش بس تسويق عقاري يا دكتور، اسمح لي يعني ممكن حضرتك تبقى مشترك تابع شركة تليفون محمول سين، وحضرتك قررت ان انت تغير الراوتر وتلغي الاشتراك عشان تجيبه وايرلس فرضا يعني، تمام؟ وبعد ما تلغيه تلاقي حضرتك يقول يتصلوا بحضرتك انا وكيل شركة صاد وعندي ليك عرض الراوتر او عرض الانترنت، طب هو عارف ده منين؟ تمام. طيب عارف منين يعني ان انا عملت انسبسكرايب او لغيت خدمة الواي او اشتراك الواي فاي؟ هو طبعا دي مسألة من المسائل اللي محتاجة يعني شوية انفستيجيشنز او تحقيق. يعني تحقيق في المسألة دي، ويمكن ده الحقيقة من الممكن انه يحصل بمجرد ما نبتدي اننا نفعل قانون حماية البيانات الشخصية. بمعنى انه انت بتتصل بيا جبت بياناتي منين؟ انا من الشركة اللي كان المواطن مشترك فيها. اول ما هيجي يقول لي من الشركه اللي انت كنت مشترك فيها، انا هبتدي اني مش هيقول. اتعامل مع الشركه دي. لا مش هيقدر، لانه هيبقى مجرم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه القانون الحقيقه قانون البيانات الشخصيه احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على انه لما يبقى في شخص بيتم الاتصال بيه وهو مش موافق على تلقي الاتصال، وهو ما سمحش بانه بياناته تبقى موجوده في الجهه دي، تمام. المسألة هنا الحقيقة مسألة من المسائل المهمة جدا اننا نبقى واخدين بالنا منها. هيصدر امتى يا فندم القانون ده؟ لا، القانون صدر، احنا مستنيين تفعيله باللائحة التنفيذية يعني، تمام. لقانون حماية البيانات الشخصية، هو الحقيقة صدر في يوليو 2020 ومنتظرين لائحته التنفيذية. والحقيقة انه الغرامات فيه الحقيقة غرامات كبيرة، يعني لو احنا النهاردة بنتكلم على يعني تسويق او استهدفنا برسائل تسويقيه ايا ما كان هي جايه من تسويق عقاري او خلافه، احنا بنتكلم على غرامات اقل غرامه 200,000 جنيه والحد الاقصى بتاعها 2,000,000 جنيه. لو حد بيجمع بياناتي بدون موافقتي او بيتعامل على بياناتي بدون موافقتي، الغرامات بنبتدي من 100,000 جنيه لحد 1,000,000 جنيه. فالارقام الحقيقه كبيره، ولو كان في ضرر أدبي أو يعني مادي بيقع على الشخص، من الممكن أنه العقوبات دي تزداد وتوصل طيب إلى الحبس. لحين ودافن، لحين اللائحة التنفيذية والقانون يصبح ساري، أنا كمواطن وحضرتك حتى يا دكتور محمد، حضرتك قلت لي بتتلقى 15 اتصال تليفوني لهذه شركة من شركات التسويق بشكل يومي، أنا عشان أوقف ده أعمل إيه؟ طيب الحقيقة يعني الحل الأسهل بالنسبة لأي حد إنه يعمل بلوك. ما بيخلصوش، ما بيخلصوش بالضبط. هي المشكلة فين؟ المشكلة إنه يمكن حضرتك أشرت لفكرة الألمانية للحشرات أو الشركات اللي كانت بتطاردنا في المسألة دي، إنها كانت مجموعة أرقام بتبعت لمصر كلها. إنما الإشكالية الحقيقة وإحنا بنتكلم على يعني الأرقام المختلفة بتبقى عملية صعبة في انه نتعامل معها الا من خلال يعني تعامل فردي حالة بحالة. جزء الحقيقة مهم جدا على شركات الاتصالات وعلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه يحط آلية مع شركات الاتصالات ازاي تبقى الخطوط اللي هي بتتباع لمندوبين المبيعات وشركات التسويق وخلافه، انه يبقى في امكانية في المكالمة اساسا انه يجي لحضرتك نوتيفيكيشن او اختار في الاول ان المكالمه اللي جايه دي هي مكالمه تسويقيه. مظبوط، تمام. فمن حق حضرتك انك زي اللي بيطلع على ترو كولر كده مثلا يعني. بالظبط كده حضرتك. نفس الحكايه الحقيقه في الرسائل، او على الاقل انه بعد اول مكالمه ما فيش مشكله في الرسائل يا دكتور، ولكن فكره الاتصال ويتصل مره ما تردش، يتصل الثانيه ويتصل الثالثه، ده شيء مزعج. فنتمنى بس ان اللائحه التنفيذيه يعني تصدر في اقرب وقت، لان فعلا يعني الناس فعلا بتتاذى من هذا الالحاح. عايز اخد راي حضرتك بعد اذنك يعني في امر تاني.
النهاردة وزارة الداخلية أعلنت، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أعلنت عن ضبط تشكيل عصابي بينصب إلكترونيا، عمل تطبيق اسمه الرمال البيضاء. الرمال البيضاء التطبيق ده زي ما يعني عرفنا بدأ في شهر أكتوبر اللي فات، يعني بدأ من حوالي 4 شهور. تخيل حضرتك نصبوا على المستهلكين أو على الناس يعني عشان أدخل التطبيق ده أدفع كام دولار وأقدر أن أنا أشاهد حاجات أو ما إلى ذلك، وبالتالي مع كل مشاهدة أنا بيجي لي أرباح أنا كمستخدم للتطبيق، وبالتالي هما بيكسبوا. المهم طلع الموضوع ده كله نصب، وزي ما حضراتكم كده شايفين في تقرير وزارة الداخلية أن تخيلوا حضراتكم لقوا معهم إيه؟ 3 مليون جنيه ده سيولة، وأرصدة في البنوك ب 20 مليون جنيه، وأصول عقارية ب 6 مليون جنيه، عملات افتراضية ب 2 مليون و 800 ألف جنيه، يعني عاملين حوالي 2 أو 33 مليون جنيه في 4 شهور من النصب الإلكتروني. تعليق سيادتك إيه؟ طيب طبعا يعني عمرو بيه، طول ما احنا يعني مستوى الوعي عندنا يعني ما هواش مرتفع في التعامل مع التطبيقات المختلفة، وإننا ما نقعش ضحية يعني النصب أو الحالات اللي بالشكل دوت، هتظل هذه الحالات قائمة. يعني الفكرة كلها في إيه الحقيقة؟ الفكرة كلها في إنه النصاب دايما بيحاول إنه يلاقي وسائل جديدة. دورنا الحقيقة ودور الإعلام إنه يحاول يوعي الناس بإنه مثل هذه التطبيقات هي تطبيقات يا إما هدفها إنها تجمع بيانات المواطنين، يا إما هدفها إنها تنصب عليهم وتحاول إنها تتحصل منهم على مبالغ مالية، بهدف طبعا إنه إيهامهم بإنهم هياخدوا أرباح كبيرة. والغريب إن الشباب مقتنعين، يعني أنا كنت راكب مرة مع سواق تاكسي وهو شاب بالحياة متفتح، لقيته بيقولي على تطبيق زي كده بدفع 5 دولار وبعد كده بكسب معرفش قد إيه، وقعد يعدي لي أرقام. قلت له أنت متأكد من الكلام ده؟ قال لي آه. فشيء غريب. لأنه الحقيقة في بعض التطبيقات يعني هم نصابين محترفين الحقيقة، هو بيحاول إنه يبني يعني انطباع عام عند الناس انها بتكسب، فهو بيبتدي يحط لك بعض الاموال اللي هي في الاخر مش هتقدر ان انت تجمعها او تحولها لفلوس فعليه، انما هو بيبتدي يحط بوينتس معينه او نقاط معينه في حسابك بحيث ان انت شايف انه في ارقام قدامك بتتحول الى مبالغ محفظه مالية. عامل له محفظه كده افتراضيه بالظبط كده، وبالتالي انت كل ما انت بتحس ان انت داخل لك مبالغ فبتحاول ان انت تزود الارقام اللي انت بتشارك بيها، وبتحاول ان انت تضم مجموعات اخرى من الافراد علشان تزيد البوينتس بتاعتك او النقاط اللي موجوده. ثلاثه او 32 او 33 مليون جنيه قيمه العقارات والاموال السايله والبيتكوين شيء في 4 شهور يا دكتور. 32 مليون جنيه في 4 شهور من الناس. يعني حضرتك النهاردة وإحنا بنتكلم على البيتكوين و 32 مليون ما هواش رقم كبير، لأنه البيتكوين النهاردة إحنا بنتكلم في 50 ألف دولار البيتكوين الواحد، فالحقيقة الأرقام تبدو إنها كبيرة، إنما في عالم الإنترنت والعملات الافتراضية هي أرقام ما تعتبرش إنها كبيرة، إنما في الآخر طبعا ده بيأثر على الاقتصاد بشكل أساسي وبيضر الحقيقة طبعا بالثقة في الإنترنت وفي المعاملات الإلكترونية والمعاملات الرقمية بشكل كبير، خصوصا في ظل التزايد في الاعتمادية على الخدمات الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية والتجارية بشكل عام. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات. شكرا جزيلا لحضرتك. برغم تعقد وتنوع أساليب النصب على المواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلا أن الأجهزة الأمنية تتصدى لتلك الجرائم. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ما تداولته وسائل إعلام محلية وأجنبية حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى الرمال البيضاء، وتم الترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات
تشرح كيفية حصول المشتركين على الإنترنت على أرباح من التطبيق بعد سدادهم مبالغ مالية تصل إلى 30,000 جنيه، وإهامهم تحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده من خلال تكليفهم بمشاهدات فيديوهات واشتراك في قنوات وإعجاب بمنشورات ومتابعة أشخاص عبر فيسبوك ويوتيوب. بعدها تم إغلاق التطبيق بعد الاستيلاء من الضحايا على ملايين الجنيهات. وفي ضوء خطورة الواقعة لما تمثله من تعدي صارخ على أموال المواطنين، وضعت الإدارة خطة محكمة لضبط القائمين على هذا التطبيق، اعتمدت على استخدام التقنيات الحديثة وتتبع مسارات الأموال المحولة ومناقشة المشتركين في التطبيق، ونجحت وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ، قام بحث المواطنين على الاشتراك مقابل حصوله على نسب مئوية من الأموال المحصلة، وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها، وتمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدمي الهواتف المحمولة المحول إليها قيمة اشتراكات المجني عليهم، وتم استهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومديرية أمن القليوبية، ونجحت في ضبط 3 متهمين. واستمرت خطة البحث المعقدة، وأمكن الوصول إلى مؤسس التطبيق المشار إليه، وتمكنت من ضبطهم في أماكن متفرقة وبحوزتهم مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي وشرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ إلكترونية وماكينة طباعة فواتير شرائية يستخدمها المتهمون لإهام شركات الدفع الإلكتروني بمشروعية الإيداعات النقدية للمشتركين بالتطبيق، وماكينة تصنيع أختام وأكلاشيهات، ليصبح إجمالي ما تم ضبطه بحوزة المتهمين 3,000,000 جنيه إضافة إلى 2,000 دولار أمريكي، كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية الخاصة بهم بقيمة حوالي 20,000,000 جنيه، وأصول عقارية بقيمة 6,000,000 جنيه، وعملات افتراضية بيتكوين بقيمة حوالي 2,800,000 جنيه. وتتولى النيابة العامة التحقيق، وأكدت تلك القضية مدى جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية في التعامل مع كافة الجرائم المستحدثة وضبط مرتكبيها مهما اتخذوا من إجراءات الحيطة والحذر. يعني أكيد كل واحد اللي دفع 5 دولار واللي دفع 300 جنيه اشتراك في السنة بيتحسر لما شاف الوضع دلوقتي إيه، فمهما كان المبلغ صغير بس هو بيجمع منك ومنها ومنه، فبالتالي بيتحسر على مبلغ كبير ملايين في 3-4 شهور. فنرجو بس أن الناس أنها تكون حذرة في التعامل مع الناس دي بعد كده، أو التطبيقات اللي بتجمع فلوس مرة تانية. في اهتمام كبير جدا بفكرة المناخ، وحركم بتشوفوا التغيرات المناخية اللي حاصلة والطقس واللخبطة اللي حاصلة على الكوكب كله، والعلماء والمختصين وخبراء الأرصاد الجوية بيقولوا جزء منه هو التغيرات المناخية. في استعدادات كبيرة بتجرى في مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة لاستقبال مؤتمر المناخ COP27 إن شاء الله في نهاية السنة. والنهاردة كان المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري كان في زيارة للقاهرة، والتقى الرئيس السيسي من أجل هذا الأمر وتثمين لدور مصر في الاستعداد الجيد لعقد قمة المناخ COP27 بعد قمة جلاسكو COP26، في يعني ثقة كبيرة في أن تخرج القمة المقبلة بشكل ناجح كبير بشكل كبير من أجل حماية كوكب الأرض من المخاطر. لقاء كان مهم للرئيس السيسي مع جون كيري النهاردة في الاتحادية. كمان النهاردة جون كيري كان موجود في الجامعة الأمريكية، وكان لي كلمة مهمة على دور مصر واستعداد مصر لكوب 27 في شرم الشيخ إن شاء الله في نهاية السنة. وحتى قال كلمة لطيفة جدا، إن بتقولوا إن مصر هي أم الدنيا، ولكن مصر هي أم الأرض وأم هذا العالم، وأعرب عن سعادته بهذه الاستعدادات اللي بتقوم بها مصر لإنجاح قمة كوب 27 ووقف هذه التحديات اللي بتواجه الكوكب. وكان طبعا حاضر هذا اللقاء السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كاهن والسيد وزير الخارجية سامح شكري والسيدة وزيرة البيئة. فمصر طبعا أم الأرض مش بس يعني أم الدنيا، دي كان جزء من كلمة أو يعني إشارة لكلمة جون كيري النهاردة في الجامعة الأمريكية. وإحنا بنتكلم على البيئة، في تجارب مصرية رائعة جدا. ليه دايما بنقارن ببرة؟ شوفوا الشوارع برة، شوفوا النظافة برة، شوفوا الباسكت الموجود في كل شارع، ومش بس كل شارع ده، بعد كل كام متر لازم تلاقي مكان لسلة مهملات وفرز من المنبع. ليه ما عندناش ده؟ لا موجود،
وبيحصل وبيتم لعقليات ويعني خبرات مصرية كان ليها تواجد برة رجعت مصر عشان تشارك بده وتساهم بده. هنشوف تجربة الحقيقة حصلت من قامة مصرية كبيرة جدا تولت العمادة في كليتين للهندسة في كندا. قامة مصرية وقامة علمية كبيرة رجعت مصر بعد خبرة طويلة جدا في الخارج ما شاء الله في مجال الهندسة. رجعت حبت ان هي تفيد بلدها وولاد بلدها وخصوصا المعادي واضح اللي هي بتعشقها وتنتمي اليها. قررت تعمل تجربة تجيب باسكت اكتر من باسكت طبعا للقمامة يتحط في الشارع عشان الناس تلقي فيه المهملات، ولكن للأسف اتسرقوا. لم تحبط، كملت، اتعاونت مع الجهات الحكومية مع الحي لغاية ما التجربة نجحت. اسمحوا لي ارحب بالقامة العلمية الكبيرة والوطنية اللي بنعتز بيها دكتور تيسير ابو النصر ودكتور طب تيسير طبعا ناشطة في مجال بيئة إلى جانب عمادة كليتين للهندسة سابقا في كندا. دكتور تيسير مساء الخير، سعداء بوجودك معنا. مساء النور أستاذ عم، مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. من الهندسة لحماية البيئة، ما سر التحول؟ لا هو الموضوع مش حماية البيئة، يعني أنا مش عايزة الموضوع يكبر قوي. حضرتك أصبحت ناشطة في مجال البيئة. لا لا لا، هو الموضوع بسيط جدا، إن يعني وأنا يعني إذا كان يهمني حاجة توصل للناس من كل الاهتمام بالفكرة دي، إن كل واحد يعمل اللي هو يقدر عليه، الحاجة اللي هو يقدر عليها مهما كانت صغيرة بتعمل فرق. فيعني هي دي كل الرسالة، لكن أنا مش حماية بيئة، أنا ساكنة على الكورنيش و الزبالة بتضايقني، لأن زي ما حضرتك قلت أنا عشت في كندا يعني أكتر من 35 سنة، والواحد اتعود إن ما فيش حد بيرمي زبالة على الأرض حتى لو ما فيش سبت، بيتنه شايلها في إيده وبيستنى لحد ما يوصل للسبت، بيحطها معه في عربيته. فالثقافة بتاعت إن أنا يعني خلصت كوباية القهوة برمي الكوباية على الأرض أو علبة السجاير أو علبة العصير طوحها من العربية وتيجي على ورايا بقى وحر، يعني ربنا معاك. دي مش بس كانت غريبه، دي كانت حاجه انا ما شفتهاش في مصر، يعني انا يعني انا مولوده ومتربيه في مصر، فاحنا للاسف الشديد الجيل الصغير دلوقتي اللي موجود هو ده اللي شايفه، هو ده العادي، لكن ده ما كانش عادي على يمين، يعني ما كانش عادي طبعا. وانا الحقيقه الـ 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 الحاجه اللي يمكن دفعتني جامد ان انا ما قدرتش اتقبل ان ده يبقى عادي، يعني ما قدرتش اتعود على ان ده يبقى عادي، فالموضوع كان مضايقني، فكنت بحاول اعمل اللي اقدر عليه في دايره المحيط الصغير بتاعي بقدر المستطاع، يعني هي دي النقطه. وزي ما حضرتك قلت يعني يمكن مصر فيها التحدي الاكبر ان الواحد لازم يكون نفسه طويل طبعا. يعني ما فيش حاجه بتخلص. حضرتك جبتي سلات للمهملات وجبتي شجر وزرعتي شجر والتجربة يمكن ما نجحتش قوي في البداية، لكن بعد كده عرفت انها نجحت بالتعاون مع الحي، مش كده ولا لا؟ يعني لا هو صح كده، يعني انا حاولت محاولات كتيرة جدا، ويعني ممكن اقعد احكي لحضرتك حتى اعمل لك برنامج كوميدي عليها للحاجات الغريبة اللي كان مفروض تنجح وما نجحتش، وما نجحتش الاسباب كتيرة، يعني فالواحد بيجرب حاجة وبوز ويحبط شوية وبعدين يرجع تاني يجرب حاجة تانية وهكذا. فانا في الاخر كان سؤالي طب ايه بقى اللي ممكن ينجح، ايه ثبت الزباله العبقري ده اللي هو يعني بالاساس اول احد معايير التصميم تكون ان هو ما يتسرقش، يعني لان قبل كده الحي كان حط على الكورنيش الثبته البلاستيك الخضراء اللي ساعات بنشوفها في اماكن اخرى، والثبت ده للاسف الشديد مش متثبت، اللي متثبت الغطاء، لكن الثبت نفسه بمنتهى البساطه حضرتك تقدر تشيله وتمشي بيه. يعني انا اتذكر رئيس الحي من كذا سنه كان حط ما لا يقل عن 200 واحد وما كملوش 10 ايام، يعني اتسبقوا في منتهى السرعه يعني. فكان طب اوكي طب وبعدين، يعني ما انا لازم اعمل تصميم يبقى اول حاجه فيه ان هو ملوش قيمه، ان هو لو اتسبق ما حدش عايز يسرقه، وبعدين مش سهل ان هو يعرف يسرق. فدي كانت جزء. وبعدين بدات ان انا يعني كل ما بمشي في الشارع الاقي الناس ثانيه، كل واحد محاول، يعني في ناس كتيرة قوي عاملة محاولات مختلفة لتصميمات مختلفة لسبب الزبالة، كل واحد عامل اللي هو يقدر عليه، فكنت بصور وامشي اصورهم كلهم واحد ورا التاني، وقعدت بقى ادعبس شوية لحد ما عرفت اوصل لورشة وقعدت معاهم ووريتهم التصميمات المختلفة وعيد كل تصميم وازاي نقدر نجمعهم كلهم في حاجه واحده، وهم الحقيقه يعني كانوا منسجمين جدا من الفكره بعد ما عدوا الفتره الاولانيه بتاعه الاستغراب، يعني كانوا منسجمين جدا. وبعدين يعني عملناها، وانا الحقيقه يعني بعد سنه
كنت حاطه البوست اللي هو يعني المعد عند حضرتك اخذ باله منه، ان انا كنت بقول بحتفل بالعيد ميلاد الاول للثبت ان هو ما زال ما اتسبقش وبيستخدم وبيتفضى. يعني كان لازم يعني ان الزبال او عامل النظافه يكون قادر على ان هو يفضيه بسهوله وبساطه. طيب هل الناس حضرتك شايف هل مثلا جنب الثبت في مثلا ملصق قد يكون توعوي، ممكن لو طفل او شاب معدي او راجل ما ترميش مثلا على الارض، لو سمحت ارمي في سله المهملات، هل ممكن نحقق قيمه مضافه اد فاليو على وجود الباسكت المتين ده اللي عنده سنه؟ والله شوف حضرتك، انا يعني من ضمن المحاولات اللي كانت عندي ان انا الاول كنت بعملهم بالازايز الميه البلاستيك، ودي مش فكرتي يعني، دي موجوده في حتت كتير قوي، ازايز الميه البلاستيك الكبيره اللي بتترمي، وكنت الجلونات. بلزق عليها زي ما حضرتك بتقول الملصق ده، ان احنا بلدنا نظيفه شارع نظيف الكلام ده كله، وكانت بتتشال بالملصق اللي عليها برضو يعني هيعمل بها ايه؟ اللي انا فهمته انها ممكن تكون بتتباع بخمسه صاغ 10 صاغ، يعني واي نوت، يعني هي يعني مش لقيمه كبيره. هيعملوها ريسايكل يا دكتور تيسير يعني. اوكي ايوه بياخدوها بتتحط كانها زباله، فهي يعني انا بتهيألي هي دي النقطه، ان اللي بيعمل حاجه هتتحط في الشارع المصري لازم ياخد طبيعه الشارع المصري في الاعتبار وهو بيعمل تصميم. فيعني ما ينفعش ان انا اخد التصميم بتاع النمسا واجيبه احطه طبعا في مصر. لكن يعني هل في تفاؤل دلوقتي؟ هل في تفاؤل؟ هل في تفاؤل بزياده الوعي؟ انا يعني سعادتي بتبقى كبيره جدا لما بمشي جنب الثبت وبلاقيه مليان والناس بتضحك عليا لان انا بمشي اصوره، يعني انا فرحانه بيه، فكل ما بلاقيه مليان بصوره، ثاني يوم لما الاقيه فاضي ببقى في منتهى السعاده، يبقى ده هو فعلا الناس رمت فيه وفعلا اللي عمل النظافه شال، فانا كده بقول الحمد لله الله اكبر. يعني البروتوتايب نفع ان هو يعني طبعا ده لو هيتكرر يبقى لازم بقى حد هيقعد بقى مع المهندس ياخد التصميم كويس. طب ايه العيوب اللي فيه، طب نصلحه ازاي شويه، يعني ده ما كانش مقصود كحل بقدر ما هو كان مقصود كنموذج علشان نوري ان انا ممكن اعمل ثبت زباله يستخدم ولا يتم سرقته، ويبقى سهل على عامل النظافه ان هو يفضيه ويعني ويحد شويه طبعا. وحتى لو الشارع ما نضفش البني ادم اللي رمى في الوعي ثبت اتغير مع الوقت اتغير. ده هيأثر اكيد هيأثر بالزبط. ان شاء الله بالزبط. السنه الجايه تمر سنه كمان ونيجي نحتفل مع حضرتك ونصور الثبت ان هو موجود في مكانه العام الثاني على التوالي. يعني انا اشوف حضرتك بتقول يعني انا والله استاذه جامعه وشغلي في البحث العلمي وما الى ذلك، لكن حقيقه كنت قمه سعادتي كانت وانا يعني بيني وبين نفسي أكيد. بحتفل بده لان حسيت انها لا نجحت كتجربه، واتمنى ان شاء الله الواحد كل واحد فينا يحاول يعمل التجربه اللي هو يقدر عليها في حتته. يعني اكيد انا بشكر حضرتك مره تانية، شكرا الحقيقه لحسك الجميل وبيحافظ على الشوارع واكيد على الصحه العامه وعلى شكل المكان كله، فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتوره تيسير ابو النصر، شكرا جزيلا لحضرتك واستاذنكم. نخرج الى فاصل سريع. محافظة دمياط تستقبل قائمة مهندسون في حب مصر التي تخوض انتخابات نقابة المهندسين للمرة الثانية ببرنامج طموح يهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لجموع المهندسين والاستمرار في دعم المشروعات القومية استكمالا لما بدأته القائمة منذ 4 سنوات. بيسعدني أن أنا ألتقي بزمايلي النهاردة نعرض عليهم ما تم تنفيذه في خلال فترة المجلس الحالي لنقابة المهندسين والإنجازات اللي تمت على أرض الواقع، وبعد كده بتتكلم على المرحلة القادمة إذا قدر لنا النجاح إيه اللي ممكن نعمله في هذا الأمر. عندنا يمكن عدة ملفات مهمة جدا، أهمها ملف الشباب مهندسين وإيجاد فرص العمل والتدريب والإسكان والرعاية الصحية والمعاشات. الفترة دي هي فترة بنعيد فيها حساباتنا ماذا تم وماذا سيتم إنجازه إن شاء الله، وأهم ملفاتنا الفترة اللي فاتت كانت الشباب والتدريب والتعليم والتأهيل والمحافظة على أصول النقابة بعد فترات من غياب النقابة عن الاستثمار
في الفترة السابقة. العمل على زيادة المعاشات وتحسين دخل شباب المهندسين من أبرز أهداف قائمة مهندسون في حب مصر، فضلا عن توفير وحدات سكنية بسعر مناسب وتقديم الخدمات النقابية في مختلف النقابات الفرعية على أعلى مستوى. احنا نجحنا في لجنة شباب بنقابة المهندسين ان نقدر نوفر معامل تدريبية على أعلى مستوى مع كبرى الشركات المتخصصة في مجالات زي شركة سيمنز وشركة شنايدر إلكتريك وشركة يوكوجاوا. قدرنا ندرب أكتر من 5000 مهندس الفترة اللي فاتت. البرنامج الانتخابي للمهندسون في حب مصر بيشتغل على 3 محاور رئيسية، أهمهم شيوخ المهنة ومتطلبات اللي ليهم في الرعاية الصحية، وكذلك الجزء اللي يختص بالمعاشات. معالي النقيب وقائمة مهندسين حب مصر بتشتغل دايما على توفير الموارد في خطط استثمارية على الشورت تيرم واللونج تيرم للنقابة. نحو 830 ألف مهندس على موعد يوم الجمعة 25 من فبراير الجاري لانتخاب رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية. أما يوم الجمعة 4 من مارس القادم فهو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين. إقبال كبير من الشباب المصري من مختلف الأعمار على المشاركة في مهرجان الألعاب الإلكترونية إنسومنيا 2022، واللي بيقدم أحدث وأقوى الألعاب في هذا المجال، واللي اختتم فعالياته في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. هو المشاركة هنا بتخلينا زي موضوع الألعاب لجميع الناس متاح. صراحة الجو يعني لطيف وتحس إن مفيش ستريس وجو لطيف جدا يعني. وجربت معظم الألعاب، جربت جود اوف وور 4 وجربت كذا لعبة، بس عامة أنا جاي منشن هلعب فيفا، هخسر ماشي بس قشطة. هي دي كانت أول مرة أجي الصراحة، واللي يعني الإيفنت جميل جدا ومتعوب فيه الصراحة، وفي لعب كتير وفي كل حاجة، يعني مش مختلف عن دبي أو مختلف عن أي حتة، مصر كويسة فيه. لا بجد حاجة يعني جميلة جدا والله، كويس إن هي بتحصل في مصر وحاجة يعني مفرحة. الناس كتير هنا تعرف بعض والناس كلها عندها نفس الشغف يعني وكده، فدي حاجة جميلة. لعبت بلاي ستيشن جوه ولعبت في آر ولعبت ألعاب هنا فيديو جيم ولسه هلعب تاني. جميلة بصراحة، مبسوط قوي. أكتر حاجة عجبتك فيه؟ يعني بلاي ستيشن وكده وسرفايف بجربه وبلعب والحاجات حلوة يعني، والقعدة حلوة كده ناس كتير قدامي وكده، ف بيعجبني انا القعده مع الناس كتير وده ومهرجان وكده حلو. في العاب جديده شفتها في المهرجان؟ زي حاجات زي انا لعبتهاش قبل كده، فالورنت والحاجات دي، فالورنت بقى وفوجينكس بارتو شدتني وكده. يعني الجيمز هنا كويسه، مثلا اكتر حاجه عجباني فورتنايت لحد دلوقتي. انا شايف لحد دلوقتي ان ما شاء الله عندهم احدث اللعب واحدث الاجهزه وكل حاجه. حاولت انا في صاحبي فيفا 22، يعني بنحاول لو ننافس بعض على الجيمز والكلام كده، مين اللي هيكسب اكتر. اكتر ميزه شايفها في مهرجان زي ده ايه؟ الالكترونكس الفيوتشرستيك والجيمز التحديثات بتاعتها العاليه. النهارده وقع الاستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بروتوكول تعاون مع النجم الكبير الأستاذ محمد صبحي لإنتاج مجموعة من المسرحيات. يتضمن المشروع كمان اكتشاف مواهب مصرية جديدة في مجال التمثيل وتدريبهم للعمل في مسرحيات الأستاذ صبحي اللي هتنتجها بإذن الله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ده طبعا في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري والأثمر من 10 أيام مش أكتر عن مسرحية رائعة للنجم الأستاذ أشرف عبد الباقي، وإنتاج أول مسرحية شارك في بطولتها ذوي الهمم، وهي مسرحية كنز الدنيا. وكنا اتكلمنا على المسرحية دي مع حضراتكم من حوالي 10 أيام، فده خبر سعيد وشيء جميل جدا للفن وللثقافة المصرية، حابين إن احنا نقوله لحضراتكم. كل يوم الحقيقة وإحنا لسه بنتكلم على كنز الدنيا والاهتمام بذوي القدرات الخاصة والمسرحية العظيمة دي اللي كان للمتحدة الخدمات الإعلامية دور رئيسي في خروجها للنور، وإن فن أو القدرات الفنية لذوي الهمم تطلع في هذه الأعمال الفنية والمسرحية،
وفي اهتمام طبعا كبير بهذا القطاع وياخدوا حقهم في المجتمع. عايز اقول لحضراتكم خبر اخر جميل جدا، ان تم يعني التعاقد من قبل وزارة التضامن مع شركتين عشان توصل الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة لإخواتنا وأهلينا من ذوي الهمم، يوصل لهم الكارت لحد باب البيت. ده شيء عظيم جدا جدا، بالإضافة إلى أمور أخرى كمان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عشان تحل عدد من الأمور أو المشكلات الخاصة بالحجز الإلكتروني على موقع وزارة الصحة، وما يبقاش في قوائم انتظار ليهم ويتم كل الشكاوى الخاصة بيهم حال عدم القدرة على التسجيع على الموقع لتوقيع الكشف الطبي عليه. وهيكون في ربط ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الإعاقة وكافة الوزارات المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة. برحب بدكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. يا دكتور إيمان مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ عمرو، أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك النهاردة. ده شرف كبير لينا. وأنا سعيدة جدا بالخبر الخبر اللي حضرتك دلوقتي قلته عن البروتوكول التعاون مع الفنان الكبير محمد صبحي. آه طبعا. وبما أننا على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فإحنا بنمثل الأشخاص ذوي الإعاقة طبعا، وبننقل سعادتنا بالبروتوكول ده للتمكين الثقافي و التعاون في مجال الفن. أكيد كمان مسرحية كنز الدنيا اللي كانت من أيام قليلة للنجم أشرف عبد الباقي وفرقته مع أطفال وشباب جمال من ذوي الإعاقة، مسرحية كنز الدنيا، عايز أعرف انطباع حضرتك عليها إيه طالما جينا بقى لهذا الملف المهم، وطبعا كانت من إنتاج الشركة المتحدة. لا الحقيقة يعني هو ده أكيد. لا الحقيقة هو أنا لسه قايلة أنه هو التمكين الثقافي والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة ده الحقيقة من حقوقهم، واللي بيكفلوا القانون قانون 10/2018. فيعني إحنا بما أننا بنمثل الأشخاص ذوي الإعاقة فإحنا بندعم وبنثمن الجهود لوزارة الهيئة الوطنية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكله، الشركة وطبعاً المتحدة يعني بالزبط كله وأكيد ووزارة الثقافة وكل الجهات المعنية تضامن بالتمكين والتفعيل دورهم ومشاركتهم في الحياة في كل مناحي الحياة. طيب كون بني ما في شركتين يوصلوا كارت يعني حبة، وحضرتك كنت مشاركة في هذا الأمر. أيوة. شركتين يوصلوا كارت الخدمات المتكاملة للناس لحد بيوتهم. أولا أنا بنقل طبعا شكري وتقديري لمعالي الوزيرة وزيرة التضامن الدكتورة نيبين القباش، كان في زيارة في الوزارة وكنا بنبحث سبل التعاون ودعم الوزارة لينا ومرجعيتنا كخبراء كبيت فني خبرة فني للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات. طبعا الدكتورة نيبين قباج يعني الحقيقة أبدت الاستعداد للتعاون المثمر بيننا ودعم المجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، وده كان من خلال حل المشكلات لإصدار البطاقة بطاقة الخدمات المتكاملة. أنا من منبر حضرتك وده دورنا إحنا ودور حضراتكم معانا التوعية بأهمية هذه البطاقة. إيه هي البطاقة دي؟ البطاقة دي هي وثيقة مميكنة لإثبات الإعاقة ولي على الحصول على الخدمات اللي بتكفلها القانون قانون 10/2018، وهو القانون اللي بيكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات اللي الدولة بتقدمها. ومن هنا برضو أنا يعني حابة أقول إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة أعلن
التزامنا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال ان احنا وقعنا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية الأمم المتحدة، وبالتالي التزام الدولة وجميع الجهات المعنية في الدولة بالحقوق وتمكينهم وإثبات يعني في جميع المناحي. احنا يعني عايزين نقول ان البطاقه دي لو تم اصدارها لجميع الاشخاص ذوي الاعاقه هم تقريبا 12 مليون فيما اكثر نظرا للتعداد 2017 2018، فاحنا بنقول انه مهم جدا ان اكبر قدر ممكن من الاشخاص ذوي الاعاقه الحصول على هذه البطاقه. وبالتالي كانت دور وزاره التضامن في تسهيل اصدار البطاقه في بعض المشكلات، هي وفرت اليه لشكاوى الخط الساخن وكان خاص بالمشكلات اصدار البطاقه، وهي طبعا التسجيل على الموقع، وعملت الحقيقة تعاون لجنة مشتركة مع وزارة الصحة للتمكين من الكشوفات الطبية بأسرع وقت ممكن، وزيادة وحدات الكشف الطبي. كمان أنا فكرة الآلية يا دكتور، لأن احنا نعمل الكشف الطبي لأن فكرة الكشف الطبي والآلية والتظلم ويروح تاني ويجيب ورق ففكرة الآلية يعني حضرتك شايفة أنها إن شاء الله هتبقى أسرع؟ الحقيقة أنا خدنا يعني بعض الوعود إن البطاقة لن تستغرق أكثر من 45 يوم للوصول إلى المنزل. وطبعا أنا بشكر جدا وزارة التضامن لأنها وفرت الشركات أو تعاقدت مع الشركات اللي هتوصل البطاقة إلى المنزل الأشخاص ذوي الإعاقة في منزلهم. أنا كمان اقترحت أن الكشف الطبي مش بس يكون من خلال الوحدات الصحية والوحدات الكشف الطبي المتعاقدة مع المجالس الطبية المتخصصة، ولكن برضو اقترحت أنه يكون في انتقال للكشف الطبي للمنزل للإعاقات الشديدة أسوة باللي حصل طبعا بتلقي اللقاح، وأنا أعتقد أن ده من حقهم برضو طبعا. وطبعا هيبقى في تعاون مع وزارة الصحة في هذا المجال. كمان أنا اقترحت أن يكون في ربط شبكي بيننا وبين الوزارة عشان نتبادل البيانات اللي بتسهل تلقي المشكلات والطلبات بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة، والربط الشبكي ده يكون من خلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الوزارات المعنية بأمورهم. حضرتك عارف إن القضية دي قضية كروس كاتينج، يعني بتشمل جميع مناحي الحياة طبعًا. جميع الوزارات بتبقى معنية بهذا طبعًا. والحقيقة ده دور وفي تكاتف، الكل واقف ورا ذوي الهمم، وبإذن الله يوم ورا تاني وشهر ورا تاني الحقيقة بنلاقي فيه حاجات جميلة وجيدة جدا بتحصل. أنا ببارك لحضرتك، اسمحي لي ببارك لإخواتنا والأهالينا من ذوي الهمم على الخطوات اللي حصلت النهاردة. مرة تانية ألف مبروك، وحقيقي كلنا سعداء بالدور اللي بتقوموا بيه. دكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. تشوف التقرير على اللي حصل النهاردة والفعالية الجميلة اللي حصلت النهاردة، ونخرج لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل مطربنا الجميل وائل الفاشني. أرجوكم خليكم معانا. جهود مصر لدعم ذوي الهمم. إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم لتعزيز وتنمية وحماية حقوقهم. إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم. تخصيص 2018 عاما لذوي الهمم. دعم حقوق ذوي الهمم ضمن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. تنفيذ المبادرة الرئاسية دمج تمكين مشاركة منذ عام 2016. تخصيص 1 مليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الهمم بما في ذلك مشروع رقمنة المناهج. منح ذوي الهمم إعفاء ضريبيا وجمركيا على السيارات، وتخفيض 50% بوسائل النقل. تخصيص 5% لذوي الهمم من وحدات الإسكان الاجتماعي. تخصيص 28% من بطاقات تكافل وكرامة. إصدار بطاقة لضمان حصولهم على الخدمات المتكاملة. تعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الهمم.